ثلاثة أيام فقط كانت فاصلة بين كارثة 30 من يونيو ومصيبة 3 يوليو عام 2013. لن نتوقف كثيرا عند الأحداث الدراماتيكية في هذين اليومين، ولكن الأهم معرفة الحقائق. كانت مصر 1,000,000 كيلومتر مربع بتيرانها وصنافيرها. أصبحت مصر 1,000,000 كيلومتر مربع بلا جزيرتي تيران وصنافير. كانت مصر مكتفية من مياه النيل بعد 3 يوليو جفت مياه النيل. كان الدولار بأقل من 7 جنيهات. بعد 3 يوليو أصبح الدولار 17 جنيها. كانت مصر مكتفية بغازها الطبيعي. بعد 3 يوليو بيعت حصتها من الغاز في البحر المتوسط للكيان الصهيوني. كان يقال لزائرها ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعد 3 يوليو خرج الجميع منها خائفا يترقب. كان شرفاء القوم أحرارا وحقراؤهم متخفيين. أصبح شرفاء القوم قتلى أو معتقلين أو مطاردين، وحقراؤهم حاكمين مسيطرين. كانت الكهرباء تنقطع، وسرعان ما عادت بعد الانقلاب في مشهد كان مريبا وقتها. لكن بعدما كانت 20 أصبحت بعشرات أضعافها. عاشت الصحافة أزهى عصورها من الحرية. بعد 3 يوليو أصبحت الصحافة والإعلام عارا، فمثالها موسى وبكري وغيرهم وباقي المحترمين ممنوعون. قبلها كانت أسعار البنزين ما يقارب 1 جنيه فقط. أصبح البنزين من 7 إلى 10 جنيهات. كانت سيناء بأهلها، وكانت العريش بمساجدها ومنازل سكانها. أصبحت العريش بلا بيوتها وهجر أهلها. كان المصري يحترم في كل العالم. بعد ثورة يناير ارفع راسك فوق انت مصري كانت شعارا للفخر والعزة. أصبح المصري يطأطئ رأسه خجلا بسبب عجزه وتدني مكانة دولته بعد 3 يوليو. بعد ثورة يناير خرج الأحرار من السجون. بعد 3 يوليو عاد الأحرار إليها. أما من تمرد واصطف ضد إرادة الشعب وساعد الانقلاب، بعضهم منتفع وبعضهم عاد إلى الطريق، فهو مسجون هو الآخر وآخرون مطاردون. فرق كبير بين ثورة شعب من أجل الحرية والكرامة والتغيير، ثورة على نظام فاسد ظل مستوليا على الحكم 30 عاما، دفعوا ثمن ذلك من دمائهم وحريتهم، وبين آخرين تمردوا على إرادة الشعب جهلا أو انتفاعا أو حقدا من بعضهم أو سذاجة دون تضحيات، وظنوا أنهم قد ربحوا. فإذا بسفينة الوطن تغرق بالجميع ويدفع الجميع الثمن، فمن حرية وكرامة وعدل إلى استبداد ومذلة وظلم. تغذى ذلك الاستبداد على خلافات النخب السياسية طيلة سنوات ما بعد ثورة يناير. فإلى متى؟ هل سيظل الاستبداد يتغذى وينمو إلى الأبد؟ أم ستكون هناك قومة؟